الخير الذي فهمته وحفظته وعرفته بلغ الآخرين، زوجك، أهلك، جارك، قريبك، من يتيسر لك أن تخبره، حتى تكون بإذن الله سبحانه وتعالى هاديا مهديا. حفظكم الله. هذا سائل آخر، أبو ثامر من جدة، يسأل يقول: ما هو الماء الطاهر وما هو الماء الطهور، وما حكم الوضوء من ماء البحر؟ العلماء يقولون الماء الطهور هو الطاهر في نفسه، المتغير الذي نبع من الأرض أو نزل من السماء فإن باق على خلقته، هذا هو الماء الطهور. والماء الطاهر ما خالطه أمور طاهرة غيرت لونه أو طعمه وريحه أو أخرج عن اسم الماء إلى أنه شاهي أو عصير نحو ذلك. والوضوء من ماء البحر جائز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قاله السائل: رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل مع القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.